من بين باقي مديريات الضالع التسع تنفرد مديرية قعطبة بإقامة الفعاليات والأنشطة التعليمية والتربوية رغم الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. مطلع هذا الأسبوع دشن مكتب التربية بقعطبة مسابقات علمية ومنهجية لمختلف الطلاب في عموم مدارس المديرية. انطلقت المسابقة اليوم بعد إعداد وتجهيز وإعداد بكل ما إمكانياتنا الضعيفة، ولكن وفرنا من القرطاسية، من اللوحات، من الورق المقوى، من القلامات، من الأوراق المحاضرة. جميعا سيشاركون اليوم يوم الأحد من رابع إلى سادس، وغدا من سابع إلى تاسع، وبعد غدا نحو 3000 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية يشاركون في هذه المسابقة. نشكر إدارة التربية على إتاحة الفرصة لهذه المسابقات بين هذه المدارس، ونتمثل التربية بالأستاذ القدير عبد الباسط صالح المرح، ونشكر أيضا دور الإعلام في نشر مثل هذه المسابقات ما بين هذه المدارس لتنشيطها. وتجري هذه المسابقات بجهود ذاتية من مكتب التربية والتعليم بمديرية قعطبة، ويتمنى القائمون عليها أن تجد مثل هذه الأنشطة التفاتة من وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها. فوز المريسي، قناة سهيل، الضالع.